مدينة دمشق، هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، وهي أقدم مدينة في العالم ما تزال عامرة حتى اليوم. سكنها الإنسان منذ الألف الثانية قبل الميلاد. أصل التسمية أرامي، ومعناه الحديقة الغناء. كانت دمشق مملكة آرامية غزاها الأشوريون، ثم وقعت تحت سيطرة الفرس الأخمينيين، ثم الإسكندر المقدوني، ثم السلوقيين، ثم الرومان، ثم أصبحت تحت حكم البيزنطيين إلى الفتح الإسلامي. دخل العرب المسلمون دمشق صلحا عام 14 من الهجرة تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح، ثم أصبحت عاصمة للأمويين، فأصبحت مركزا سياسيا واقتصاديا مرموقا. بظهور الدولة العباسية انتهى عصر دمشق الذهبي، بعد أن نقل العباسيون عاصمتهم إلى بغداد، ثم بسط أحمد بن طولون سيطرته عليها، وجاء بعدهم الإقشيديون في مصر والشام، ثم استولى الفاطميون عليها، ثم هاجمها القرامطة. في عام 468 هجرية احتل القائد التركي أتسز المدينة ووطد فيها حكم السلاجقة، ثم استولى عليها محمود بن زنكي وأسس الدولة الزنكية، وجاء بعده صلاح الدين الأيوبي من مصر فأسس الدولة الأيوبية. وفي عام 658 هجرية قضى المغول بقيادة هولاكو على الدولة الأيوبية في دمشق، ونهبوها وأحرقوها وقتلوا الكثير من سكانها، غير أن انتصار مماليك مصر الكبير على المغول في معركة عين جالوت جعل منهم سادة الشام. ثم هاجمها تيمور لنك وأباح المدينة لجنده الذين عاثوا فيها خرابا وفسادا، واستمرت هذه الأوضاع إلى مجيء العثمانيين الذين دخلوها بعد هزيمة المماليك في معركة مج دابق، واستمر حكم العثمانيين الجائر 5 قرون حتى قيام الثورة العربية الكبرى وتحرير دمشق من سيطرة الأتراك وقيام الحكومة الفيصلية. ثم هاجمها الفرنسيون واحتلوها بعد معركة غير متكافئة في ميسلون سنة 1920 ميلادية، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وجلاء الفرنسيين عن سوريا، شهدت دمشق نهضة واسعة واستعادت أهميتها كعاصمة لسوريا، ثم عادت إلى دورها الريادي العربي والدولي في 70ات القرن العشرين. مدينة اللاذقية كانت أراضيها مأهولة منذ العصر الحجري، عرفت فيها الحضارة الكنعانية والفينيقية، وفي آثار مملكة أوغاريت برأس الشمرة عثر على أقدم أبجدية في التاريخ البشري، ومنها انطلقت سفن الفينيقيين لتسود البحر المتوسط. بعدها سيطر الإسكندر المقدوني على سوريا، ودانت المدينة بعده للقائد سلوقس نيكاتور. بعدها سيطر على سوريا ملك الأرمن دكران. في سنة 64 قبل الميلاد أصبحت اللاذقية تحت سيطرة رومان، وفي القرن الأول الميلادي دخلت المسيحية إليها، وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية خضعت اللاذقية للبيزنطيين. فتح المسلمون المدينة سنة 15 للهجرة على يد القائد عبادة بن الصامت الأنصاري، وعرفت بلاذقية العرب تمييزا لها عن مدن الرومانية تحمل الاسم ذاتها. في العهد الأموي غار البيزنطيون على اللاذقية من البحر وألحقوا بها الدمار. في عام 368 هاجم الإمبراطور البيزنطي الدولة الحمدانية واستولى على اللاذقية، وابتدأ من سنة 478 للهجرة أصبحت تحت سيادة السلاجقة. مع بداية الحملات الصليبية استولى عليها أمير أنطاكيا الصليبي تينكرت. في سنة 583 للهجرة تمكن السلطان صلاح الدين الأيوبي من تحرير المدينة، وبعد وفاته حكمها ابنه الملك الظاهر الأيوبي. عادت المدينة بعدها للحكم الصليبي إلى أن تمكن المماليك من استردادها، ثم هجمها الفرنج من جزيرة قبرص وألحقوا بها خرابا شديدا. في سنة 921 للهجرة انتصر العثمانيون على المماليك في معركة مرج دابق، فأصبحت اللاذقية تحت سيطرة العثمانيين الذين أبقوها تابعة لطرابلس. في سنة 1336 للهجرة احتلت فرنسا سوريا، فبدأت فيها الثورات ضد الاحتلال، وكان أكبرها ثورة الشيخ صالح العلي التي نسقت مع ثورة إبراهيم هنانو في جبل الزاوية.
بعد استقلال سوريا أصبحت اللاذقية من مدن الجمهورية العربية السورية وشهدت نهضة عمرانية كبيرة. مدينة حلب هي ثاني أكبر مدينة في الجمهورية العربية السورية بعد دمشق. تعتبر حلب من أقدم المدن المأهولة في التاريخ، تعاقبت عليها حضارات كثيرة كالأكاديين والعموريين والحفيين والبابليين والإخمينيين، ودخلها الإسكندر المقدوني، ثم حكمها السلوقيون، فالرومان، ثم الساسانيون. فتحها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد عام 16 هجري لتشكل جزءا من الدولة الأموية ومن بعدها العباسية. وفي عام 332 هجرية غدت عاصمة الدولة الحمدانية تحت حكم سيف الدولة الحمداني، حكمها الأيوبيون، ثم احتلها المغول بقيادة هولاكو وتم ذبح السكان بوحشية. في عام 658 هجري استعاد المماليك حلب بعد انتصارهم في موقعة عين جالوت، واستمرت الحروب مع المغول. وقام القائد المغولي تيمور لانك بدخول المدينة وذبح الكثير من السكان، ثم خضعت العثمانيين واستمرت المدينة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. بعد العثمانيين ناضل سكان حلب كغيرهم من السوريين ضد الفرنسيين. في عام 1946 نالت سوريا استقلالها وأصبحت حلب إحدى مدنها. وضعت حلب على لائحة التراث العالمي نظرا لتاريخها العريق ولما تحتويه من أوابد هامة